عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل حي جهة تطوي من البيدة اكبار ومسايل شكرا جلما من سنها زبدها ترسي على بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام نحييكم ونجدد بكم التحية واللقاء مرة أخرى في هذا الصباح بانطلاقة سن الإجداع، وصلنا بحضرتكم لانطلاقة شوطنا السابع خصص للإبكار الإجداع. هنالك الرحلة المقررة لهذه الأسماء والشعارات هي 5 كيلومترات، متمنيين لكل الأسماء ولكل الشعارات ولكل الملاك والمتابعين لهذه الأسماء التوفيق والنجاح والسداد في هذا الصباح. ننطلق وإياكم إلى مقدمة الشوط والمركز الأول. من يتقدم في هذه اللحظات؟ هنا نفره بشعار هجن المرقاب، هنا نفره متابعينا الكرام وهجن المرقاب تقدم لنا هذا الاسم، وخميس بن سعيد بن صالح الزرعي يقدم لنا نفره على المركز الاول وعلى صداره الشوط. نتاخر الى المركز الثاني، ثاني الاسماء الوصول في هذه اللحظات، الريم تصل بشعار الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني يقدم لنا الريم، حمد بن طالب المري يقدم الريم على المركز الثاني، لكن الوصول في هذه اللحظات والدخول من هذا الاسم تصل في هذه اللحظات. هنا شعار سيوف وهادي بن مرسال بن محسن، الرزق يقدم لنا سيوف على المركز الثالث إلى الثاني مباشرة. المركز الرابع يصل الشعار لدعم، يصل على المركز الرابع، تتدخل شخصية بهذا الشعار بالشعار لدعم وشعار هجن الشحانية، سالم بن جابر بن علي بن فاران المري الشبل يتقدم إلى المركز الرابع. المركز الخامس تصل في هذه اللحظات، تصل هيبة بشعار صاحب السمو الملكي إلى أمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، يقدم لنا هيبة بهذا الشعار الهيبة في هذا الصباح. وعبد العزيز بن حمد بن حلفان المري يقدم لنا شعاره الأخضر في هذه المتابعة المميزة. متابعينا الكرام، النداء الأول للمراكز المتقدمة في دائرة النداء والإذاعة، نتقدم ونعود من حيث بدأنا وانطلقنا هنالك إلى مقدمة الشوط، إلى أبناء دولة قطر يقدمون لنا نفرة وهجن المرقاب بهذا الاسم المميز. ينطلقون إلى مقدمة الشوط والمركز الأول. هنا خميس بن سعيد بن صالح الزرعي متابعا مراقبا لهذا الشعار الأزرق. المركز الثاني يتدخل في هذه اللحظات، هنا شعارك يا اليامي، هنا هادي بن مرسال بن محسن الرزق يقدم لنا سيوف على المركز الثاني ملازما لنفره على مركز الوصافة. المركز الثالث والقدوم في هذه اللحظات، تصل في هذه اللحظات متابعينا الكرام، هنا الريم والشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني يقدم لنا الريم على المركز الثالث، والمتابع للريم هنا حمد بن طالب بن علي الجربوعي المري يقدم لنا الريم المركز الرابع. مرحبا بهذا القدوم، قدمت هنا متابعينا الكرام هيبة بشعار صاحب السمو الملكي الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، يقدم لنا هيبة في المتابعة والمراقبة. هنا عبد العزيز بن حمد بن حلفان المري يقدم لنا هيبة على المركز
الرابع، ولكن هجن الشحانية حذاري من هذا الاسم، يصل تصل في هذه اللحظات هنا شخصية وهجن الشحانية. الشبل سالم بن جابر بن علي بن فران يقدم لنا شخصية على المركز الخامس. متابعينا الكرام، هنا النداء الثاني للخمس الأسماء المتقدمة، لكن لنا عودة إلى الشعار الأخضر، إلى أبناء المملكة المتقدمين المتسللين الطامحين والراغبين بالفوز والانتصار. هنا هنا من ينطلق، هادي بن مرسال بن محسن الرزق اليامي يقدم لنا سيوف. يا خوي يا هادي، يا خوي يا هادي، في شوط ما هو هادي، في شوط ما هو عادي، يحمل لنا أسماء كبيرة وأسماء خطيرة وشعارات ضخمة وكبيرة في هذا العالم الساحر. لكن نفرة تتقدم في هذه اللحظات، هنا نفرة بشعار هجن المرقاب، ولكن تقدمت الريم بشعار الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني. يتقدم رويدا يصل الى مركز الوصافة. وصلنا دقة الاجراس للهبوط، مدرج الهبوط واجواء الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير. الله يا سلامنا، ابناء المملكة وابناء دولة قطر الشقيقة يتنافسون من اجل النوماس الغالي، لكن الريم وينطلقون ابناء ميدان الشحانية، ينطلقون تنطلق الريم. هنا اسم شعار الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني. يا حمد يا بن طالب يا بن علي يا الجربوعي، لكن تحركت سيوف. وهادي بن مرسال، هادي بن مرسال بن محسن الرزق، ابناء المملكة تحديدا ابناء نجران وابناء التحدي. لكن هادي ما هو بعادي، ابناء المملكة وابناء دولة قطر الشقيقة. يا سلام، الريم تسللت وتجاوزت منتزعة لهذا الشوط. سلامي لمالك الريم صاحب السمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني وحمد بن طالب بن علي الجربوعي المري. متابعا لهذا الشعار، المركز الثاني ما قصرت. هنا سيوف بشعر هادي بن مرسال بن محسن الرزق يصل على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت شخصية بشعار هجن الشحانية. المركز الرابع والخامس لحظات، ونوافيكم بالإعادة إفادة بالخمس المراكز الفائزة معنا في هذا الشوط. تهانينا والنوماس لمالك الريم، من انتزعت هذا الشوط بكل قوة واستحقاق. سلام يا مالك الريم، سلام. هنا الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، والسلام إلى دولة قطر الشقيقة. سلام. هنا ساعة الوصول، وصول الريم، التوقيت الزمني 7 دقائق و45 و12 جزءا من الثانية، تصل على المركز الأول. المركز الثاني سيوف وهادي بن مرسال الرزق، هنا 7 دقائق 45 و17 جزءا من الثانية. المركز الثالث وصلت شخصية بشعار هجن الشحانية وسالم بن جابر بن علي بن فاران، هنا 7 دقائق 50 و31 جزءا من الثانية. المركز الرابع تصل